من الثانية، لكن في النهاية إن في فعل حصل نتيجة طاقة خدها وطلع مضار. الإنسان نفس الحكاية، لما أنا آخد هذه الطاقة وعندي يقين بأنني أقدر أستطيع إن أنا أطلع على هذه الحكم ولهذا الأسير أو هذه الطاقة الأخرى الموجودة، فهتنطلق قدامي. في نقطة تانية، إن أنا لازم هذا الإنسان لازم يتدرب تدريبات تدريب. هذا الإنسان اللي هو مرتبط أكثر بالمادية والدنيوية ولاصق في الأرض، لازم يسمو فوق. يسمو بإيه؟ يسمو باللي إحنا بنعمله اللي هو التأمل. لازم الخطوة الثانية إن هو يعمل بانتظام، ودي نقطة إحنا مقصرين فيها، إن هي كلمة انتظام، إن أنا أعمل تأمل مديتيشن لازم أعمله بانتظام. ده بيعمل إيه؟ أنا جوايا الطاقة اللي جوايا بتخرج بتخليني أسمو. الجسد أو الشد للأرض بيقل، الكلام ده بيخليني أقدر أطلع على الطاقة اللي هي بتاعت المرتبة أو السرير لنفسه.